الناس كل سلوى الورتاني وغيرهم الناس اللي بعثونا صباح الخير. نقول للناس كل صباح الورد ونقول لك انت صباح الفل والياسمين مريم. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. شنو نقصوا نحن بمشاكل الهضم بالنسبه للاولاد؟ شنو اهم المشاكل اللي يعانيوا منها الاولاد الصغار في الهضم؟ الجهاز الهضمي عند الصغار معروف معناتها يبدا سونسيبل شويه، وخاصه معناتها وقت الماكله تبدا تتبدل والصغير يبدا يكبر. اليوم اخترت باش نحكيو سورتو على الملادي دو كران اللي هي التهاب الجهاز الهضمي. كنا قبل حكينا على الارتجاع، على اليولسير، الالتهاب التقيحي، هذوما معناتها مشاكل ديما تجي عصر الهضم كيف كيف. اليوم معناتها اخترت باش نحكي على الملادي دو كران على خاطر هي اللي تجي عند الصغار معناتها اكثر من الكبار، تبدا من عمر 15 سنه حسب التقريب، معناتها عند لي جون حتى كشي العمر 25 30 سنه. المرض هذا معناتها ساعات الاكتشاف نتاعو ما يفيقوش به في ساعه على خاطر الاعراض اللي يعطيهم يشبه برشا الالتهاب التقيحي اللي هي الاخ سي اش معناتها الريكتوكوليت ايموراجيك اللي تجي عند الكبار. هذه الفرق بيناتهم الزوز اللي هذايا تمس الجهاز الهضمي الكل، يعني من الفم حتى كشي للمخرج معناتها الجهاز الهضمي الكل. والحاجه الاخرى اللي هي الحمد لله معناتها وقت الاسهال ما فماش دم يخرج في يعني في الفضلات نتاع الصغير. اما الوجاع يكونوا برشا معناتها وجيعه كبيره برشا سيرتو في لي كريز، معناتها دي غاز غازات ودي بالونمون الكش تولي منفوخه وتنجم حتى تعيق معناتها الحركه نتاع الصغير يولي ما عادش ينجم يمشي. باهي مريم، باش نطمنوا ربما الاولياء اللي قاعدين يتفرجوا فينا، كما قلنا فماش صغير ما جاش نهار يقول لك ماما كرشي توجع ولا ما نجمش ناكل ولا نحس روحي كان مش ناكل راني نحس روحي باش نرد، فهمت؟ لي سيني هذوما اللي كنت تحكي فيهم مثلا النفاخ في الكرش، القلق، كالعبد اللي يحس روحه باش يرد، معناها وقتها نجم نقولوا هذم اعراض نتاع انه يكون فما التهاب في الجهاز الهضمي، والا كي تصير معناها وقتاش نجموا نعرفوا؟ وقتاش لازم نعملوا دياغنوستيك؟ وقتاش تولي حاجه اللي متخوفين منها وتنجم تكون حاجه تخوف لازم نعالجوها؟ هو الاعراض هذوما ينجموا يظهروا حتى من اونتيرو غاستريت، معناتها تكون فما مش حتى التهاب، ينجم حتى كلي حاجه معناتها ماهيش باهيه، ينجم يكون تعفن. التعفن ما يفوتش ثلاث ايام ويبرى الصغير حتى معناتها جوست ياخذ شويه دويات معناتها ماهمش دي زونتيبيوتيك يعني قويين، كل شيء كتبدا جوفو قوية معناتها. وما وقتاش تولي تخوف كي مدة الكريز تطويل معناتها أكثر من ثلاثة أيام، وقتها الإسهال وإلا التقيؤ هذاك باش يسبب معناتها برشا مشاكل للصغير، من أولها اللي هو بدنه ينجم يشيح من الماء، هون لازم يشرب بالكدا الماء. والحاجة اللي لازمنا نبعدوا عليهم الأخرين في الماكلة هما اللي يحتويوا على الألياف، خاطر تزيد تهيج المعدة أكثر ويزيد الجهاز الهضمي يخدم أكثر. دونك ماذا بينا ديما حاجة طايبة، خضرة وغلة يكونوا طايبين، المقرونة الخبز يكون أبيض معناتها ما يكونش من الحبوب الكاملة. والحاجة الأخرى اللي يلزم يبعدوا على الماكلة اللي هي تخدم من المعده برشا، معناتها احنا باش نعملوا ايبارني غاستريك، معناتها باش نغسلوا. شنو هي الماكله اللي تخدم المعده برشا مثلا؟ مثلا فما المقلي برشا، الزيوت برشا معناتها كيما المايونيز، كيما الموتارد، كيما الفريت، الشيبس هذوك الكل، الحاجات المفوحه برشا معناتها اللي بالملح والا بالفحات الاخرى، في الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر، هذوما ديما يخدموا المعده اكثر. الجازوز بطبيعه على خاطر سي دي غاز هذوك اللي معناتها المعده تولي باش تتعامل معاهم وباش تهضمهم، كيف كيف باش تفرز برشا معناتها دي انزيم، انزيمات برشا واللي ذوكم باش يعاونوا على الهضم. القهوه القويه والتاي القويين هذوما ماذا بينا عند الصغار اللي معناتها مازالوا معناها في عمر 15 14 سنه مازالوا مراهقين، ماذا بينا ما نسنسوهمش بهم على خاطر يتعبوهم، وحتى معناتها على النشاط نتاعهم يوليوا خاطر منبهات يولي معناتها معناها فايق اكثر من اللازم، معناتها يتقلق. هذوما الحاجات اللي دوما نلقاها فما الاعراض هذيا نتاع الانتفاخ والا الارتجاع والا الاسهال، ماذا بينا نبعدوا عليهم باش هكاك نرتحوا اكثر المعده. وقت طويل المده وقتها يلزمنا معناتها نهزوه للطبيب، هو الطبيب معناتها لازم في كل الحالات اذا كانت طويله المده باش وقتها يقع الفحص والكشف عليها، على خاطر المادي دو كران نجم نقولوا معناتها صعيب شويه التعامل معاها. وان جينيرال معناها تو هذوما يعني البحوث ما فماش الى حد الان الدواء يرتح معناها من المادي دو كران ابي، معناها اللي وقع اكتشاف مادي دو كران عنده راهو تقعد معناتها تطويل المده باش تتعالج. فوالا فما معناتها فما الدواء وفما التغذيه اللي تعاون باش يتحسن، اما ساعات يجيو لي مومون دو كريز هوني معناتها يلزم الصغير يكون داكور. على كل حال مريم قلنا بعض التفاعلات تو نقراوهم بعد شويه، قبل هذا ناخذوا التليفون ومن بعد نرجعوا لبعض الاسئله اللي طرحتوهم على الباج فيسبوك. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معنا؟ مدام بوعتور من المروج. مرحبا مدام، تفضل. مرحبا بك. عايش، مرحبا بكم انتم. عايش. نحب نسال دكتوره، عندي ولدي 6 سنين من سنه اولى يقرا، ما ياكليش الماكله بالكل، يعيف حتى كي نبداو نفطروا ما يقعدش احزان.
الحال هذا عنده من قبل ملي كان صغير والا توا في العمر هذا لا كي كان صغير يمكن 3 سنين كيكا ياكل شويه ما كبر شويه ولا ما عادش ياكل ما عادش يحب يشم ريحه الماكله جمله ما ياكل حتى شيء ياكل كان الجراندور الحليب الياغورت لا جبن لا عظم معناتها هذوما الكل ما يدورش بيهم الخضره والغله ما فماش حاجه تحبها حتى ياكل التفاحه مره بعد قداش اما خضره حتى شيء غله زاده كيف كيف شويه حاجات قليل معناتها والنمو نتاعو يعني الميزان والطول نتاعو ميزان 23 الطول بالضبط ما نعرفش الميزان معناتها ناقص شويه اما بالنسبه للماكله اللي ياكلها معناها ننصحك كونك تخلي له الماكله اللي هو يحبها كيما الحليب كيما الياغوت وهذوكم تحاول تحط له فيهم الحاجات اللي هو ما ياكلهمش معناتها كعبه غلا تحط له في كعبه ياغوت يولي ياكلها الصغير يتقبلها اكثر الحليب ما ينساش يمشي يحط فيه جراندو مغفى عسل معاه معناتها حاول ديما تكون الماكله انريشي بحاجات هو ما ياكلهاش اما مخبيه في الحاجات اللي هو يحبها العظم حتى كان ما ياكلوش ينجم يعوض معناتها ببروتيدات اخرى كيما الدجاج كيما اللحم حتى بشويه سامحني ما ياكلش ولا اللحم ولا الدجاج هذوما كل ما ياكلهمش ويفيق كي تحط له في حاجه اخرى يفيق بها حتى في الطاجين؟ لا ما ياكلش طاجين هو ما ياكلش الماكله كل ماكله اللي تطيب ولا اللي الكوجينه ما يدخلش عيفه معناتك اذا كان ياكل فما معناها قلق في الجهاز الهضمي يرجع والا يتقلق يرجع هيك يرجع انا ديما نلوج له على طبيب نفساني قالوا لي تهزوا مع طبيب نفساني ما عرفتش طبيب نفساني بتاع صغار المشكله اذا كان فما ارتجاع معناتها فما مشكله في الجهاز الهضمي ننصحك تهزوا لطبيب مختص معناها في الجهاز الهضمي خاطر ينجم يعمل له فيبرو يشوف نجم يكون عنده بالحق قلق معناتها من نوع الالتهاب التقيحي والا يعني حاجه حتى مش خطيره باشا اما على الاقل نعرفوا شنو هو السبب اما في هذا الكل بالنسبه للماكله ماذا بيك تركزوا على الحاجات اللي هي فيها الكالسيوم فيتامين دي والبروتين اللي باهي للنمو نتاعو معناتها حليب ياغورت التفاح اذا كان ياكل معناتها تعطيه اللحم الدجاج صحيح معناتها هما باش ينقصوا شويه من الماكله نتاعو اما سبب سورتو اللي هو يرجع قالت ماذا بيا تشوف طبيب وهو ينجم على الاقل كان فما دواء ويكشف اذا كان فما حاله ان شاء الله على كل حال ان شاء الله لاباس بالنسبه لولدك ان شاء الله تكلمنا على قريب وتقول تحسنت اموره ريم دريره تقول صباح الخير اسمع كل عاملين على البرنامج بنت اختي صغيره منذ ولادتها وهي تعاني من المعده وفي شهورها الاولى كنا سنجري لها عمليه على المعده الا ان والدي عدلا عن ذلك باستشاره الطبيب طبعا ومكثت في شهرها الاول على القاعده تنام في القاعده نظرا لاضطراب في معدتها والان كبرت واصبح عمرها عامين وشهرين الا انها تكره الاكل كثيرا ودائما ترجع اي تقوم بغثيان عند اول عند او عند الاكل بالقوه ولها نقص بالوزن والفيتامينات اختي مريم ما هو الحل؟ هوني معناتها صحيح الوقت اللي تبدا فما مشكله في المعده معناها باش يرجع الصغير وافورس يقعد يرجع كل مره وتصير معناتها الاعراض هذيا الصغير يولي يمتنع على الماكله معناتها تولي هذيك سورس نتاع قلق يبعد على الماكله وهذا اللي باش ياثر على الميزان نتاعو وعلى النمو نتاعو. سامحني باش نفوت قوس هنا وهي قالت قاعده على القاعده ربما برشا ناس تتسائل ديما يقول لك الصغير خاصه بيبي كيبدا عنده مشاكل الفومي بطريقه انكليني ما يرقدش كيفنا نحن راسه على مخده يبدا هكا راسه مهزوز شويه باش ما يرجعش. اي تفضل مريم. سورتو كيبدا فما المعده محلول فما الغفلو معناتها الارتجاع بالنسبه لل معناتها البنيه هذيا بون الحاله معناتها واضحه شويه اما جوست نقص علاش معناها يعدلوا على العمليه اللي كانوا باش يقوموا بها معناتها هوني فما يعني مشكله في الجهاز الهضمي بالك شي خاطر تبيب يقول لك مازالت صغيره حتى تزيد تكبر ولا حاجه يمكن اما هو في كل الحالات اسمى اذا كان فما مشكله في الماكله والا ارتجاع والا صغير ما عاد شاكل وفما نقص في الابسوربسيون معناها الامتصاص نتاع المعادن ونتاع الفيتامينات هذاك باش ياثر على النمو نتاع الصغير نجم صحيح كيف تكبر شويه الطبيب يكون معناتها يخمم كونها كي تكبر شويه اما في كل الحالات بالنسبه للماكلة اللي تنجم تاكلها توا هي الحاجات اللي كما قلنا عليها مقبله الخضره والغله اللي طيبين هذوكم يكونوا اسهل في الهضم اللي معناها تشربها الماء بالكدا وديما ماذا بها نص ساعه معناها ما تقعدهاش طول على خاطر هذاك يعاود يرجع الماكله واكثر من هذايا راهو نحب معناها جوست هوني غومارك راهو بالنسبه للي عندهم ايبر اسيديتي والا فم المعده محلول والا ارتجاع يبعدوا ديما على الخضره والغله على خاطرهم اسيد ولا لي جو زاده ولي جو راهو هذيك حكايه غلطه على خاطر صحيح هما اسيد في المطعم اما وقت اللي باش يتهضموا يوليو يسيبوا معناتها لي ريزيدو الكالان اللي هما باش يحاولوا ينوتراليز لو ميليو اسيد معناتها يرجعوه معناها للعادي دونك ماذا بينا نبعدوا سورتو على المقلي معناها السكريات بورتون اسم المطعم نتاعها حلو اما هي هذيك اللي تولي اسيد في المعده دونك هوني معناها يلزم يعملوا يفرقوا بين الماكله
معناها بالنسبه لي بون مازلت صغيره نجم تاكل من الحاجات هذوما على الاقل شويه شويه وان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس. توتا سويدي تقول صباح خير اسمع بربي نحب نعرف شنو النجم نعطي لولدي فطور الصباح بعد الحليب والعشيه وبعد ما يقوم مع الاربع وقداش يلزمه حليب وهو عمره عام وشهرين. به بالنسبه للعمر عام وشهرين فطور الصباح نجم تعطيه حليب معاه حاجه يعني دي سيريال خبز والا جاتو يكون طيب في الدار والا اي حاجه يعني فيها نشاء اللي ذيك تعطيه طاقه. كعبه غله يا اما كومبوت طيبه والا ماذا بينا معناتها في عمره هو تو عام وشهرين ماذا بها تكون طيبه هذا اللي باش تعطيه فيتامينات. وبالنسبه لكميه الحليب معناتها ماذا بينا حسب تقريبا 500 700 مليلتر معناتها ببخي ثلاثه رضعات في النهار يعني نتاع الصباح في العشيه مع الاربعه وفي الليل يعني هذوما يكونوا كيفين. والطلبة سألت على اللمجة متاع العشية شنو تجم تعطيه مع الأربعة متاع العشية زيد مع الأربعة العشية تجم تعطيه كعبة غلة ومع الحليب وإلا حليب وحاجة فيها دي سيريال يعني مش تعطيه أكثر طاقة يعني حاجتين هكي في العشية. باهي ناخذ تليفون واحد آخر مريم نقولوا ألو. ألو السلام عليكم ونهاركم طيب. وي صباح خير نهارك أسعد الأيام شكون معنا؟ معك عواطف بن سالم من مروج. مرحبا لا عواطف هذا ثاني تليفون يجينا من مروج. مرحبا لالا تفضل. اللي نحب نسأل الدكتورة أنا بنتي عمرها تغيزون وديما تشكل وتشكي من الجير خاصة العظم والكفتيجي ما تحبش تاكلو وباركونتر معناتها كي تطلع العظم في الطاجين تاكلو تحب كان الفريت وديما تشكي من الجير وبلاي الدكتورة تعمل فماش حاجة بعيدة على الدواياتك دواياتك اللي يغلفوا المعدة مثال فماش حاجة في الخضرة في الغلة تنحي الجير ديما تشكي من الجير. به الجير هو ايبر اسيديتي معناتها تكون المعده تفرز اكثر احماض الاحماض اللي هما يعاونوا على الهضم اما كي يوليو الكميه نتاعهم تزيد وقتها يولي القلق وقتها فما الارتجاع. بالنسبه للكفتيجي يلزمها تبعد عليه على خاطر كما قلت قبيله راهو المقلي والحاجه والماكله المزيته هي اللي تزيد تخدم المعده اكثر وتولي المعده تفرز اكثر احماض هذيك. الكفتيجي لا العظم اذا كان في الطاجين معناتها يكون طيب بالكدا نجم تاكله ما فيهوش مشكله. تبعد سورتو على معناتها الماكله اللي تكون معناها سكريات وتشرب الماء بعيد على الماكله مش مع الماكله على خاطر كيف تشربها مع الماكله الكميه نتاع لو بول اليمونتير معناتها اللي باش تهبط في المعده تكون كبيره برشا وهذاك اللي باش يزيد يخدم المعده اكثر. والحاجه الاخرى كما توا كنت نحكي عليها ماذا بها تاكل الخضره والغله بالكدا على خاطر راهم انواع الخضره والغله كلهم يعاونوا باش ينحيوا الاسيديتي هذيك اي كومبري القرص والبرقداء معناها ما تبعدش بالكل على لي جو هذوك مغله طبيعيه بالعكس تعاون بالكدا تبعد على الماكله المعلبه والاندستريال اللي تخدم المعده برشا وبطبيعة الجازوز ماذا بها لا زيد. جوستما على ذكر الجازوز مريم بربي ايمن محمود يقول صباح خير وعندي طفل عمره عامين ما ضعيف ياسر وما يحبش ياكل ما يحب كان الجازوز ووزنه 11 كيلو وعمره عامين وما يشرب كان الجازوز. الجازوز يسمو يتنحى هذا معناتها حاجه يعني زايده يعني انسان كي يقعد ما يشربش جازوز حياته كامله مش باش يصير نقص في حتى شيء معناها مش كيما توا حاجه تخوين يكون معناها سكريات يلزم سكريات ساعات الامتصاص ساعات باهيه معناتها تفيد البدن البروتينات كيف كيف اي حاجه اللي تنجم تكون معناها مضره مفيده في نفس الوقت نحاولوا ناكلوها هذيك موديراسيون. بالنسبه للجازوز كيف يتنحى معناتها جمله واحده من معناها من العادات الغذائيه نتاع الصغير ولا حتى نتاع هو كنت يقول لك جوري ما ياكل حتى شيء هكا او موان يشرب الجازوز لا مش باهي بالعكس ما كي تنحي له الجازوز طيب اللي هو مش ولا ياكل حاجه تخرين على خاطر اول حاجه المطعم في فمه معناتها الريسبتور نتاع الجو يولي يتبدل يولي الطعم اكثر ويولي يعاود يرجع للماكله الطبيعيه وفي نفس الوقت ما يملاش معدته بالجازوز وفي نفس الوقت يخلي المعده تكون تقوم بالوظيفه نتاعها كيف ما يلزم على خاطر الجازوز ياثر بصفه مشبهه على المعده. باهي انت صار ناس نسوره ظهر لي بونجور تقول انا عمري 12 سنه ومعدتي ديما توجعني كيف ناكل بربي جاوبني تو ديما توجعها كيف تاكل وجيعه من انا نوع ما نعرفش قالت هذا ايش قالت معناها في الميساج نتاعها قالت انا كي ناكل كرشي توجعني شنو ينجم يكون؟ معناتها فما برشا يعني برشا نجم تكون برشا حالات يعني من النوع نتاع هو فما عباد بالحق كي تاكل تلقى مسرنها تتقلق توت سويت ابخي معناها فما عسر نتاع هضم ولا ما عرفش شنو فما ناس حتى كبار شويه معناها بعد ما ياكل يقول لك نحس روحي تقلقت ما عرفش فما ناس احنا معهم ما نعرفش قولي صحيح مريم ولا يقول لك لا هذاك سيني نتاع مسرنه خشينه مش ديما اما ساعات بالحق فما غازات هما يتكونوا في المصانه الخشينه وهون يلزم تبعد معناتها على الليجومينوز اللي كيما اللوبيا الحمص الفول اللي يفرزوا اكثر غازات الكرنب كيف كيف باش انواع نتاع خضره وغله اللي هما ينجموا اللي فيبر نتاعهم يكونوا يابسين شويه ونجموا هذوكم يسبوا عصر الهضم دونك ماذا بها تبعد عليهم. تمضغ بالكدا الماكله راهو عمليه الهضم تبدا في الفم باش عباد ياكلوا الماكله من غير ما يمضغوها دونك تهبط المعده وتنجم تقلق وهذيك اللي تسبب عصر الهضم. تمضغ بالكدا الماكله الماء مع
الماكله لا والا سي في عود باش تاخذ ثلاثه يعني فطور صباح وفطور وعشاء تاخذ 5 غروبا يكونوا خفاف في النهار انترفال ريغولي معناها بيناتهم 3-4 سوايع هذاك احسن وينظم معناتها افرازات الانزيمات اللي في الكرش وفي نفس الوقت العمل نتاع المعده على خاطر نتاع المصار خاطر المصار عندهم معناتها دوز اكسيون اللي هما الانزيمات يعني الكيميائيه والميكانيكيه البريستالتيزم اللي تخلي معناتها الماكله تمشي وتقدم حتى شنو يتخلص منها الانسان دونك الحاجتين هذوما بالماكله المنظمه مش معناتها في كل وقت كونتيتي صغيره والماء مع الماكله لا والخضره والغله اذا كان فما دي غاز تبعد عليهم ولا اسهال اما اذا كان فما عسر هضم يعني فما هضم يلزمها تكثر منهم يعني سلايت والا غله نيه باهي احنا ديما ناكدوا على الغله مريم لكن امين تبرقه يقول صباح الخير عندي وليد عمره 5 سنين في الايام القليله الاخيره قل وزنه واصبح لا ياكل سوى الغلال ما العمل معنا احنا نقولوا الفوائد نتاع الغله اما كي يولي صغير ما ياكل كان الغله مريم لا مش باهي على خاطر معناتها اي حاجه تكثر منها تولي ماهوش باهي سورتو السكر نتاع الغله اللي هو الفركتوز كي تكثر منه برشا ينجم معناتها عند الكبار اكثر صغار خاطر الميتابوليزم نتاعهم مازال قوي عند الكبار ينجم يسبب معناتها طلوع في التريغليسيريد هذا الفركتوز يعني كي تكثر منه بالنسبه للغله وحدها راهو ديما اي ماكله باش ياكلها الصغير معناها تتركز على نوع بركه من الماكله ماهوش باهي يلزم لا فاريتي يلزم ياكل من كل شيء يحاول ينقص له من الغله من الاول يبدا يبدلوا فيها شويه نجم يزيدوا حاجه معناتها من مشتقات الحليب ومن بعد يزيدوا حاجه من الخضره تكون خضره وغله في نفس الوقت كما مثلا الافوكا في وسط السلطه والا حتى الكيوي يقصها في وسط السلطه هكا هو يحب الغله مي او ميم طون ياكل سلطه فيها دجاج فيها خضره في نفس الوقت وبشويه بشويه ينوع له باش يرجع ياكل من الماكله الكل لازم يشوف السبب هو اون جينيرال في العمر هذاك بين 5 سنين الصغير يحب يفرض شخصيته يولي يختار نوع معين يا اما ياغوت وحليب اكهو والا غله اكهو والا معناها يولي يختار نوع بركه هو جات في الغله الحمد لله فما شكون ماذا صباح ليل نهار مقرونة نختم بالسؤال هذا يا مريم كريمة إبراهيم تقول بربي أنا عندي ولدي عمره عام ونص طلعت له سخانة لطف عليه وفي الديبيو عنده دياغي من الأول عنده دياغي وما يحبش ياكل يقول عندي أحية في لساني زعما شبيه وشنو تنجم تعملوا لسان نجم يكونوا ديزافت معناتها اللي هما يقلقوا برشا يعني كي نوع لولسيغ اما يجي يمكن طلعوا مسخانه تنجم تقول فوالا نجم يكونوا طلعوا مسخانه دونك هما نجم يكونوا اعراض نتاع حاجه والا هما بيدهم لاكوز نتاع الملادي معناتها نجم يكونوا اعراض والا مسببات دونك يلزمها تشوف من شنو بالضبط معناتها تنجم تشوف مع الطبيب معناتها الطبيب الصغار نتاعو بالنسبه للماكله اللي نجم ياكلها هي الحاجات اللي تكون كيما الحليب الياغوت الحاجات اللي تهدي شويه ليزافت هذوكم نقول لك الحليب الفوميو تبع ذلك كده صغير عنده دياغي ليه مريم الحليب ينجم يقلق على خاطر اللاكتوز نتاعو صحيح اما في الحالات معناتها معظم الحالات عند الصغار نجم الياغوت والا جبن خاطر فيه الخميره اللبنيه بالعكس يعاون على الهضم بهوني علاش احنا سورتو على الزاف باش نرتحوا شويه ما يلزمش معناتها يخدم فمه برشا معناتها بشكل معناها في معاش قلنا عندي حق ولا معناها حتى لين تتعدى الدياغي ينجم ياخذ البنان يرسل البنان باسكو عمره عام ونص ينجم ياكل بيوري معناها حاجات اللي يتعداو فاسيلمون وما يقلقوش ربما لسان نو بالطبيعه يتعداو فاسيلمون يلزمش يكون يلزمهم يكونوا طايبين البنان بون ينجم يكون ماهوش طايب على خاطر الالياف اذا كان باش يكثر منهم برشا في سلطه نيه والا في غله نيه باش تزيد تكثر من الدياغي دونك هذوما سورتو باش يعاونوا على الدياغي صحيح وفي فمه وفي نفس الوقت يكونوا مرحيين معناتها ماهوش باش يتطلب يعني مضغان كبير والا معناتها ساليفاسيون كبيره دونك هذوما الحاجات اللي ينجم ياكلهم الصغير اما في العمر نتاعو هو خاطر ديما صغير اسمى دونك ما نجموش نعرفوا دياري من شنو جاتو كان انتوكسيكاسيون اليمونتير صعيب شويه اذا كان ياكل كل شيء في الدار دونك معناها اذا كان فاتت 3 ايام الحاله هذيا ماذا بها تشوف مع طبيب وتشربوا بالقدا الماء على خاطر نخافوا من الشيح عند الصغير ان شاء الله فيه لطف على وليداتنا الكل ان شاء الله ديما امورهم لاباس اما ان شاء الله اذا كان فما مشكله صغيره ديما مريم كنا عارفين تكون موجوده ومستعده باش تجاوب على تساؤلاتكم يعطيك الصحه مريم توكيبري اخصائيه تغذيه الاطفال نحب نهدي النغم هذايا اهداء خاص لزميلتنا ملاك اللي تحتفل بعيد ميلادها نقولها هي ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وهذا النغم لك انت ملاك ولكل عشاق الفنان صابر بعيد تفضلوا